الراديو 90-90 هواها مصر. على سهوة فتح شباكي وانا نايم ونفوخ استهوى، ولقيت افكار جيالي على بالي وطقطت على سهوة، ولاني جعان مفطرتش كلت مطب على الكورنيش وشبعت تمام بصراحة، ورحت حبست بواحد قهوة توبي اور نوت توبي طبعا بسكتك والشنياني. الكوكب كله تعبني ونفسي اهج الكوكب تاني، وامانه تسلم على مدحت صالح يلي عالدرع حود عالمالح. على سهوه على سهوه. لقيت شهر رمضان داخل علينا، ولو انت مش متابع قوي وايامك شبه بعضها ومش عارف النهارده ايه، هتعرف دخله رمضان من دخلتك لاي هايبر او سوبر ماركت. بتلاقي المكان قلب اتوبيس نقل عام، مفيش مكان تحط رجلك، مفيش مساحه تنفس، مفيش وقت تختار، اللي موجود هاته هينفع، وحاله صرع غريبه على الشراء، وستات بتشتري قميش ورجاله بتدفع عند الكاشير، كل واحده ماشيه بليستة اكبر من لسته اعمال الفنان بيومي فؤاد. ايه شتين على مشمشيه على عراسي على جوز هند، وانت كجوز المدام لازم تدفع كل ده عشان يبقى في حاجه اسمها خشاف على الترابيزه. ده يا دوبك بتبدا بيه في رمضان كده، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني قبل ما تبدا بند الاكل، وانت عادي جدا بتجيب مش عشان حاجه اكتر من انك نفسك تشوف طقم الخشاف اللي في النيش ده ويطلع بقى، فتحس ان النيش ده اللي كان هيوقف جوازتك اخيرا له لازمه. ثم بتبدا بعد كده بند الاكل بميزانيه لوحدها بتبقى تقريبا اقل شويه من ميزانيه الدوله، بيبقى فيها بقى فراخ كامله، صدور فراخ، فراخ بانيه، شيش طاووق، واللحمه بانواعها، عرق فليتو، لحمه مفرومه، كباب حله، بط، وز، ديوك رومي، ويا ريت كل ده عشان تاكله، انما ده لزوم عزومات رمضان عشان بنت خالتك ما تقولش علينا بخلة، وبتحس فجاه انك عبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد وهو قاعد بيلطم وبيقول انا اللي جبت ده كله لنفسي، وساعتها بتحس ان رمضان مش داخل علينا بقى، ده رمضان دخل عليك انت لوحدك وفي انفراد واسمه رمضان صبح. على سهوة على سهوة.